السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد من قناة إي جي كرافتس كيكو. فيديو جديد النهاردة هوريكوا أفضل لعبتين تلعبها أنت وصاحبك وصديقك بالبلوتوث، وواحد يخش على الشمال اللي هو على الشمال، والتاني واحد يعمل هوست سيرفر والتاني يعمل جيم سيرفر. أنا وابن عمي أهو، هو عمل هوست وأنا عامل جوين. لوسيس على ايه؟ امدوس عليها بس اوكي. اللعبة تبقى كده في الاول، هيبقى معاكو اسلحة اقل من اللي معايا، لان انا شريت اسلحة كتير فيها مثلا ده. طيب دي كده واللعبة تقدر تلعبها لوحدك. اللعبة تقدر تلعبها لوحدك انت والهاتف بتاعك، وفي ايه تاني؟ في لعبة منهم انا كسبت موت كسبت. في لعبة تاني تقدر تلعبها انت واخوك او اي حد يعني. في منها في نفس الاصدار بتاع اللعبة تقدر تلعبها بلوتوث او ماتي او بالواي فاي. هحط لكم الرابط ان شاء الله في الديسكريبشن، رابط اللعبتين. في لعبة هكتب لكم اسمها بتشتغل بلوتوث بس، وفي لعبة تانية هتشتغل بالبلوتوث او واي فاي. في واحدة هديها لكم من جوجل بلاي اللي هي دي اللي انا بلعبها دلوقتي، اسمها بلوتوث ديول شوت شوت ديول او شوت ديول، ما فرقتش يعني. خد هموت 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 يعني هموت. مات دلوقتي. هشرح الاسلحة بقى. السلاح ده مسدس يعني بيضرب طلقة طلقة، والسلاح اللي بعده رشاش من دوس واحد يضرب يعني، وده مش عارف ايه ده بالظبط. هو بيضرب طلقات سريعه كده زي ما هو بيضرب، زي لو هو بيضربه كده. وفي حاجات صغيره كده تلاقيها يعني، حته صغيره كده لو خدتها تروح عند زي ده كده، زي اللي جالي ده. اديهوله او اديه هناك كده ويجي عنده هو ويقعد يضرب فيه بالبوكس زي ما انتم شايفين. الوحش اللي هنا ده بتاعه بيحميه مني يعني، مش عارف بيحميه من الطلقات بتاعتي. عشان لو جت فيا وده خفاش بتشتريه ب 40 عملة، مش من اللي انت بتاخدها. لما تكسبه او تكسب الهاتف بتاعك يعني ميديم، اديك 2 روبي اللي هو الاحمر ده، مش اللي احنا بناخده. انا مش عارف ايه ده. الفلوس دي بتخليك يعني يسرع اللي على اليمين ده يتمدي. على اليمين الازرق ده هي الذخيرة، انك تضرب كده وكده وكده الذخيرة تخلص يعني. لما تبقى حمراء ما ينفعش تضرب يعني، تدوس ما تضربش. لما تبقى زرقاء تدوس تضرب. وده درع صغير كده، ودي قنبلة بتفرقع تعمل مية. ماشي ماشي مفرقتش. وده سلاح ب 40، وده وات يا كنت لسه هرجع لك بتاعك اللي انا خدته دلوقتي ده، اللي كان درع كده يعني لو اي حاجه جت فيه ترجع له تاني يعني، ترجع له تليفونه تيجي فيه. وفي ايه؟ وفي دي اللي هو السلاح اللي تحت ده، اللي هو تحت بين الاتنين اللوك دولت، اللي هو تالت واحد من على الشمال تحت. لو جه فيه يخليه عكس، اضرب عليا كده يا معلم، اضرب عليا اللي هو اللي بيعكس، اضرب عليا اللي بيعكس عشان اوريهم يعني. اهو شايفين زي ما انتم شايفين. اوه مجاش، عايز اجيب ورا فيا مثلا، كان هيجي. اضرب تاني اضرب تاني. اوه جت فيا. بص لما يطلع لك بقى النقط اللي فوق دي، لما تدوس هنا يمشي الناحية التانية، دوس هنا يمشي الناحية التانية، دوس فوق ينزل تحت، دوس تحت يطلع فوق، يعني بيعكس الحركة كلها. اهو بعد شوية يعني بيمشي،
وده اللي هو العامل زي الشبح ده، اللي هو الخامس من على الشمال الصف التاني، اللي هو ماسك زي سيف او مش عارف ايه ده، لو جه فيه بينقصه 99 من دمه زي ما هيجي فيه دلوقتي كده ان شاء الله. جه فيه عمال اخد في اتنين روبيز اهو. يو وان تو روبيز اهو. ندوس على ريستارت وهو يبدا من جديد، وتلعب بقى انت وتشتري اسلحه. وده ب40. الكره تحت على الشمال دي بتخليه، لو اضرب عليا الكره يا معلم بتخليه لما يضربها تسحبني عليها، لو مفضلتش ادوس كده تسحبني عليها وتنقص مني 5 كل مره، او بتنقص اكتر بس عشان انا لابس ماسك الضيع ده. اوه مالتي بوم ده مالتي لوت. الاخضر مالتي لوت، لو الاخضر ده القنبله الخضراء مالتي لوت، يعني بيضربها كده و... لا, 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 لا 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 ما بخسرش انا، ما بخسرش. تخسرني ليه؟ رخامة؟ اوريك انا بقى الرخامة. شوف الضربة القاضية بتاعتي، شوف الضربة القاضية بتاعتي. استنى لحد ما يتنلي. اتملى، نديله السمكة تقعد تضرب فيه. هو ده اخرك. ودول وهيموت دلوقتي، هيموت دلوقتي زي ما انتم شايفين. الليز بتاعته فوقه على الشمال. يا خلصان خلصان. اختار ده مثلا التالت من على الشمال فوق، اول واحد هو اقوى سلاح بالنسبة لي عشان بيضرب بسرعة كده. يس كسبت. هو اللي يفنش، هو اللي يفنش يعني يخليك. ايوه فعلا زي ما انت بتقول يا معاذ، هو يفنش يخليك تخلص عليه في الاخر. يعني لو هو فاضل له نقطة صغيرة. والخفاش ده بيقعد. ما عندك الخفاش؟ لا. طب عندك درع؟ مش درع ده. شفتوا مالتي لود بتعمل ايه؟ مالتي لود بوم بتقعد تفرقع كتير كده. ضرب واحدة. انت لسه ضاربها؟ اي ماشي 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 مش قوي. والقنبلة اللي تحت على اليمين خالص دي اللي هي عاملة زي انفجار، بتعمل له مكان احمر، يعني بتعلم له علامة حمراء على مكان هو لو كان فيه، لو كان واقف فيه تفرقع فيه القنبلة. والدايرة اللي على اليمين دي اللي هي الفقاعة دي، لو خدناها تملالنا الذخيرة، يعني بس تزود الذخيرة على اليمين عادي. رخامة. اوه دي بقى عايز تشوف الرخامة؟ اوريك الرخامة. الدور ده انا بشرح، بس انا بشرح. هنلعب دور عدل بعد ما نشرح وهوريك فيه. ولو عايزين تضربوا اللي هو الشبح ده عايزين تضربوا الشبح ده وما يمشيش بالراحة، يعني هو كده بصوا يمشي بالراحة ازاي، يروح بالراحة قوي. ولو عايزين تضربوه يروح منطلق جامد. جفي كفو موتوه. سرع الفينش. يس كسبت. في ايه تاني انا مشرحتوش؟ الكرة الزرقاء والحمراء دي يعني ملهاش اي لازمة. التي ان تي انا شرحت كل التي ان تي. والتي ان تي اول واحدة التي ان تي على الشمال دي بتضرب واحدة بس، فرقع مرة واحدة. وده بيحميه مني. يس من الاول كده. اما انت ضربت جيت فيه، انا ما خبطت فيه، انا هضرب عليه القنبلة اللي بتتعلم علامة حمراء. خد دي ودي. خد دي وخد دي. قلب. ايه قلب؟ والقلب بيزود لكم الهيلث بتاعكم. انت حظك على حسب، مش على حسب قد ايه يعني، بالحظ يعني. الحظ برضه لما تقرب تموت بيزودك كتير، مثلا 30. الحظ يعني الحظ ايه؟ ايه الحظ اللي انا قصدي عليه؟ الحظ على حسب بيزودك قد ايه يعني. انا اضرب عليه خفاش. اوه ايه ده؟
يزيد عليك. خفاش دي رقم. يلا يلا خفاش بينقص منه 25 وهو الدم بتاعه 100 او الهيلث بتاعه 100. بينقص منك 25 انت الهيلث بتاعك 100. يس 6 6 6 6. تعال نروح على المين منيو نشتري حاجة. معايا 46 هروح اشتري. ندوس على انلوك ايتم. ندوس على انلوك ايتم. وهتلاقي يعني في حاجات هنا يعني حاجات تحت اهي نقدر نعملها انلوك. معايا كام انا؟ معايا 46 فوق على اليمين اهو. وايه في ايه؟ عايز اشتري ايه انا مثلا؟ هشتري دي. لا مش هقولك اشتري دي ب40. اشتريتها بس مش هقولك ايه. انت لسه مشتريتش دي؟ معيش فلوس. هي معايا اساسا القنبلة بتاعت المية دي عندك. وزي ما انتم شايفين العلامة الخضراء والحمراء اللي على الشمال دول تحت. الخضرة اللي هي الفوق اللي هي الوين يعني انت فوزت كم مرة، والعلامة الحمراء اللي تحت يعني انت خسرت كم مرة. اوكي انا هعمل جوين. هو عمل بوست تاني يعني. انا هعمل جوين وادوس عليه اهو. هلاقي جالاكسي اي 7. جالاكسي اي 7 ادوس على فوق. استنى شوية يعني ادوس على فوق افضل من اللي تحت. نضربه بقى بالسلاح الجديد. بيعمل ايه؟ هقولك بيعمل ايه دلوقتي. معزم عالي فبيرجع لي كل اللي انا بضرب عليه الاول. بس هو ضربني مولتي لوت. اداني لوتنج يعني دي حاجة بتخليني ما اتحركش غير فوق وتحت يمين وشمال. لا ماشي 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 هوريك. يلا 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 دوس ريستارت. لا هوريك هوريك الرخام بقى في اللي انا هعمله. اول واحدة جت فيه كفو كفو. يلا نضربه هذا وعادي يعني اعرف اتحكم. هو كده خد دي. يلا يلا وقف العلامة الحمراء وضرب جت فيه. اللعبة دي بتتلعب بلوتوث بس ما فيهاش واي فاي. اللعبة اللي هنلعبها دلوقتي اللعبة الجاية بتبقى اللعبة الجاية دي اسمها ديول. خدي ده معاه زي ينفجر. يا 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 تكسيك. يلا يا يا فرقع فيك. ما زي يخسر. ما زي يخسر. اه خد ده كمان. يا كنت هجيب لك كمان واحد من ده. كسبت. مش حظ مش حظ. حصل حريق حريق. لا مش حظ. يلا ننتقل على اللعبة التانية. يلا نمشي على اللعبة التانية. لعبة على الشمال دي دي يو اي ال اسمها ديول. واللعبة اللي اسمها بلوتوث شوت ديول ديت هوريكم ازاي تنزلوها دلوقتي عشان مش هحط لكم الرابط بتاعها في الديسكريبشن انها مش محتاجة رابط يعني. فهتدوس كده تكتب دي بلوتوث ايه كان اسمه بلوتوث ايه شوت ديول اس اتش او تي ديول بلوتوث شو ديول اهي. هتظهر لنا اول واحده فوق تاني ديول مالتي بلاير. اول واحده انا بتكلم عن اول واحده هي ديول مالتي بلاير شوتر. دي ديول ديول مالتي بلاير شوتر هي دي اللي احنا كنا لسه بنلعبها. والاسلحه اهي. واو ده في اسلحه مش ظاهره اساسا. السلاح السلاح ده مثلا الازرق ده. وفي سلاح الحرامي اللي عامل زي الحرامي ده. ده المواد اللي انا قصدي عليه.
بص الأزرق ده مثلا، طب يلا بقى نلعب. الأزرق ده والحرامي أو أيا كان، دي سمكة. سمكة يلا مش فارقة، نزلوها من هنا وخلاص يعني. فدي بس يعني مش مشكلة. لكن ديول التانية دي هيبقى فيها مفتوح حاجة واحدة بس تقدر تلعبوها لو نزلتها من جوجل بلاي، فانا هحط لكم رابط ليها في الديسكريبشن علشان تنزلوها تلعبوها مالتي بلاير اي حاجة انتوا عايزينها. يعني في لعبة انت تضربه ويضرب تضربوا عليه على بعض يعني بالبلوتوث، تقعدوا قدام بعض تشوفوا بعض انت فين وانت فين، تقعدوا تضربوا على بعض. وفي كل سفينة من السفن ليها قدرة خارقة بتاعتها نفسها، وفي كل واحدة حاجة ليها ميزة. او كل واحد ليها ميزة، وفي حاجة تانية وفي لعبة كورة تلعب انت وهو كورة. نلعب استنى لحظة بس هكمل طرح واجيلك. وفي حاجة تالتة انت وهو تلعب مع بعض، يجيلك حاجات تضربها وتلعب مع بعض. دلوقتي نروح على ديول نلعبها مع بعض. بس بالتلت لازم ما تبقاش نايم، تبقى قاعد يعني عشان تلت يعني تقعد تعوج الهاتف يمين وشمال. اقعد قدامي يلا عشان نشوف بعض. نلعب اول واحدة اللي هي بتبقى مفتوحة في البريميوم يعني. ايوه ديول بصوا، خليك تفضل دايسين. تفضل دايس ايوه وتدوس على انت عايز ايه. بلوتوث عايزين بلوتوث، افضل دايس على البلوتوث، افضل دايس اللي فوق على اليمين. بس عندكم مش هتيجي في الاول كده يعني، اللاو دوس على اللاو هتلاقوه هنا. بس الاول بس ماشي استنى لحظة، الاول هيجيب لكم حاجة زي اوريكم ازاي توتوريال ايا كان الاسم اللي فوق على اليمين ده. بس لازم انت تلعب وتقعد تتحرك كده، تقعد تتحرك يمين وشمال وتدوس تعمل اللي هو بيقول عليه يعني، تفضل دايس. line up your phone with your opponent phone بيعلمك يعني علمك ازاي تلعب. ولو فضلت دايس يضرب كتير يعني. بصوا وانا كسبت كده وهو خسر. بس ده ايا كان الاسم دوت ماشي. انا دخلت اهو على البلوتوث العب انا وهو، وانا كمان اعمل ريفريش. يلا نفضل دايسين برضو، هيكتب ستارتنج نختار اللي احنا عايزينه في اللي معاكو ايه. حرب حرب مع بعض ضد بعض، دي هتبقى معاكو في الاول يعني مش هيبقى مفتوح اي حاجة تانية الا لو نزلته اللي هي في الديسكريبشن. لو نزلته اللي من جوجل بلاي هتبقى دي بس اللي معاكو، وده الدور ده بس اللي مفتوح. فنزله في الديسكريبشن انصحكم يعني. انا انت تلعب بالكرة، انا اقدر العب بيها برضو بس انا هلعب ده. هو يضرب هناك يجي الطلق عندي. خد دي جت فيه. هموته هيضرب كتير. كسبت. بيكتب فوق بيكتب فيكتوري وبيكتب كم وين كسبتوه يعني. وينز ولوزز لو فضلت دايس يديك القدرة الخارقة يعني، يخلص كل الطلق اللي معاك كده تك تك تك، وبعدين يضربه لو شلت كده مثلا. كتيجي فيك الكرة اللي معاك قدرتها الخارقة ان هي تقعد تضرب كتير ورا بعض كده. خدها. يس ماشي يلا العب. تلعب واحدة ثانية؟ شفتوا دي الضربة واحدة منها الضخمة بتفرتكوا يعني. بصوا مثلا هوريكوا كده، كسبته من أول ضربة. هو بيلعب بيها برضو ماشي. جت فيا حرام. حرام عليك يا أخي، حظي جامد. ماشي واحدة تانية. ماشي انا اوريهم التانية. استنى نزلوا اللي في الديسكريبشن علشان يجيلكوا دي ودي اللعبتين دي ودي. تظهروا زي سين برضو. دوس يا مايس، دوس على البلوتوث. بس الاول هيبقى يجيلكوا ايا كان اسمه ده
بتبقوا مقلوبين يعني لتحت وكده وكده، يقولك تاب ولوك سوايب اب وداون وهولد تو تشارج. هنا بقى هيجي لي عندي راوند 1 مثلا، المفروض هضرب اللي هيطلع، هضرب اللي هيطلع ده مثلا وده وده مثلا تليفون صديقي بس انا مش هشوفه يعني عندي في التليفون، ده التريتر هو يضرب بقى معايا مثلا، بس ده مش اللي انا بلعب معاه فعلا يعني. ده كأنه يعني بنلعب مع بعض ماشي. هو جاي عنده راوند 3، كتب عنده رقم 3، انا لوني اخضر وهو لونه احمر، ما اقدرش اكسر اللونهم اصلا، ما اقدرش اعملهم اي حاجه. هو ده اخر الدور اساسا، هو ما بيضربش غير كده. اوكي هندوس على السهم اللي فوق وندوس البلوتوث ونلعب. يلا اعمل ريفريش، اعمل ريفريش. ماشي خلاص خلاص لقيتك. انت العب بدي. ايوه وانا العب بدي. يلا هو كتب عنده راوند 1. اللون الاخضر لو جه عندنا لون اخضر يبقى انا وهو نقدر نموت اللون الاخضر يعني، نقدر نضرب. انا جه عندي راوند 2 اهو، هتقلب لتحت يعني، ابص لتحت واضرب. هو جه عنده راوند 4 بيتهيألي. جه عندك راوند 4 ولسه ما كتبش حاجة. لازم يبقى قدامك عشان تعرف تشوف الحاجات اللي عنده وتضربها معاه. المرة دي احنا أصدقاء مش أعداء يعني، بنضرب مع بعض. ضد بعض يعني، مع بعض. شكرا. دي أنا لازم أضربها، لونها أزرق عنده أو أزرق عندي، أنا لازم أضربها، لكن لو هو ضرب مش هيحصل حاجة. الله يا اضرب الاحمر، اضرب الاحمر. لازم تضربها، لازم تضربها، مش عارف اعملها حاجه. عندي احمر، عندي احمر على اليمين، عندي احمر على اليمين. عمل عندي، لو عمل الحركه اللي هو عملها دي، اللي هي لو يقعد يجيب ينزل حاجه من فوق كده، يبقى لو عملها 3 مرات يبقى انا اخسر، انا وهو يعني نخسر. اوكي نخسر ونجيب السكور بقى بتاعنا. جت عندي تاني مرة والسكور بتاعنا كان 245 والبيست كان 307. نقدر نلعب بأي واحدة من الأربعة لو نزلته اللي في الديسكريبشن. يلا نلعب الدور التاني. اقفل 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 اقفل. نلعب بقى الكورة، دي أكتر واحدة بالنسبة لي مسلية. وأنا تفضلوا دايسين أحسن حاجة. أيوة جميلة. كل شوية بقول لك نلعب الكورة. ألوي ألاو قصدي، وندوس عليه. يلا دوس دوس مش. دوس دوس. كنت دايس. يلا دخل اهو. انا العب بانهي عندي وانا كمان. ماشي ماشي يلا. الارم جواي. الارم انا كسب. انت كسبت عشان جالي الارم، انا مالي. يلا العب دوس. جاب 5 فيا. لو جاب في النص هنا يديني ياخد 5، لو جاب هنا على اليمين او على الشمال ياخد 3. كل برضو واحده ليها قدراتها الخاصه يعني، دي مثلا تضربها جامد تخليها تروح تهوشه زجزاج. ماشي ماشي اعمل فيلسوف. شفتها عملت ازاي؟ بس ما كانتش كامله. بصوا جت في جول، جالي 3، انا 3 وهو 8، الفرق من 12 هو 11 يعني لو جاب 12 يكسب، هو يبقى فيكتوري. يس انا 3 وهو 11، لو هو جاب 12 يكسب. خد دي انا 6. يس اكسبها اكسبها اكسبها. يلا 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 يلا. لازم تخبطها اول مره عشان يجي لك الحاجات اللي حواليك. يا كسب، هو كسب. انا ديفيت ديفيت لوز 2 وين 2. ماشي هوريك انا بقى. خد دي خدي. يلا يا وحش 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 وحش. لا 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 اوه لحقتها، مش مصدق ازاي. لا 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 اوه ماشي
اللي عنده اللي هي المكعبة دي او اللي هي الست اضلاع بتخليها سريعة قوي كرة، فما نلحقش نشوفها او ما نلحقش نشطها او نضربها تاني. جت فيه جت فيه جت فيه، كفو كفو كفو، جي جي. هقول جي جي كمان شوية. ها لا لا لا، شفتوها كانت سريعة ازاي؟ خد دي بطيئة اوي، دي سريعة سريعة اوي. خد دي زيجزاج. لا لا لا، يس جبت خمسة ان شاء الله. ايه زي ايه؟ انا جبت خمسة وكسبت. كنت تسعة، كنت تسعة، جبت خمسة بقيت 14، الفور من 12. يلا نجرب دي، يلا. هنشوف دي بقى بتعمل ايه. اوه بتخليها تلف، تخلي الكرة تلف كده يمين وشمال كده مثلا، كده تخليها تقعد تعمل كده. بصوا انا مثلا الكرة اهو، انا اتضربت بالكرة كبيرة احصل فيها كده، تقعد تلف كده تلف كده 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 وتيجي جول زي كده. يس جت جول. ضهري وجعني من القعدة اهو، قاعدين طول الليل بنلعب على الكمبيوتر ماينكرافت، وبنلعب نيد فور سبيد موست وانتد ونيد فور سبيد اندر كفر. ما بننامش، بننامش بالليل، بننام الصبح بس. خد دي جون، خد دي. يس عملتها، لفة. ايوه لفتها. لا لا اوه سوري مش سوري، هنقول جي جي. يا ترى هنقول جي جي، هو 8 وانا 6. اوه انا بقيت 9. لا لا ومعاذ 11 وانا 9. خد يا معاذ، خد دي. لا لا اهي، يس عملتها. انا 12 12 12 وهو 11، فرق واحد يعني. جي جي اهي، شايفين دي دي تخليها اقوى ودي تخليها تعمل زجزاج، او تخليها تعمل زجزاج، ودي تخليها تلف، ودي دي تخليها تصغرها كده وتخليها سريعة زي البلية. اجرب دي بقى، نجرب دي ونجرب الزجزاج. ما لفتهاش، لازم تضربها كده. بص لازم تضربها لو... لا لا مش على الاخر، لازم تضربها على الجنب كده كده، تضربها كده اهو عشان تلف، بس بالكرة برضه مش بالمكعب. لا لا لا، ايه الحظ ده يا عم الحاج؟ خد دي. هي كده سريعة؟ الكورة قصدك؟ لا البتاع اللي انا بلعب بيه. خد دي سريع قوي. اخيرا مش عارف حظ. 14-6 جي جي. نجرب ايه؟ ما جربناش دي معاك. يلا يلا العب انت بقى بتاعت الزجزاج وانا العب بتاعت عادي هكسبك اهو، بحلمي شكلي، انا بحلم. انا حلم القناه بتاعتي عندها 72 سبسكرايب بس. لا لا صدتها. لا 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 يس. انت كام؟ انت كام؟ 6 وانا 6 وانا 6. يلا لا لا لا، معاذ 9، معاذ بقى 9. خد دي. معاذ كسب، جي جي لمعاذ. زي ما انتوا شايفين هنا نبقى وصلنا نهاية الفيديو.
عجبكم الفيديو حطوا لايك، ولو عايزين تشوفوا كل جديد دوسوا على سبسكرايب وفعلوا زر الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.